النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. تأثرت المملكة اليوم بمنخفض جوي خماسيني، كان الطقس خماسينيا حارا وجافا ومغبرا، ونشطت سرعة الرياح بشكل لافت مع ساعات المساء. كما لاحظنا كانت هناك رياح قوية في بعض المناطق. عبر خرائط الضغط الجوي نشاهد تحرك منخفض الخماسيني نحو الشرق مبتعدا عن المملكة، مفسحا المجال إلى تحرك مرتفع جوي نحو المملكة والمنطقة ليؤثر على هذه المناطق خلال 48 ساعة القادمة حتى صباح يوم الخميس. هذا المرتفع الجوي مع دخوله إلى المنطقة هو مترافق مع كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات، مما سيسبب انخفاضا لافتا وملموسا على درجات الحرارة، ولكن لمدة يوم واحد فقط وهو يوم الأربعاء. لكنه يبدأ وبدأ بالفعل قبل قليل، ولكن مع الساعات هذه الليلة يزداد تأثيره بمشيئة الله تعالى. أما يوم الخميس فمن المتوقع أن تتأثر مناطق شرق البحر المتوسط بمنخفض امتداد لمنخفض البحر الأحمر كما تلاحظون، الذي سيزداد تدريجيا تأثيره حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا منخفض البحر الأحمر سيكون مترافقا مع اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا لكن بشكل تدريجي. إذا ما نظرنا إلى خرائط توزيعات الكتل الهوائية فكما نلاحظ أن اليوم هذه الألوان الداكنة كانت مرافقة للمنخفض الخماسيني وكانت مسببة بارتفاع في درجات الحرارة بشكل لافت، إلا أننا غدا نتوقع اقتراب كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات مسببة انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة نهار يوم الأربعاء. لكن يوم الخميس كما تلاحظون عودة هذه الألوان الداكنة التي تنم على وجود كتلة هوائية حارة نسبية من جديد تندفع من صحراء الجزيرة العربية ناتج عن امتداد لهذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر، والذي بالمناسبة هو يعتبر نادر لهذا الوقت من العام، حيث تقريبا في بدايات شهر يونيو شهر 6 يختفي منخفض البحر الأحمر ليحل محله ما يسمى بامتداد للمنخفض الموسمي الذي يغطي أجزاء واسعة من الهند وإيران والجزيرة العربية. لكنه حتى اللحظة ما زال هذا منخفض غير نشط بشكل كاف ليتلاشى منخفض البحر الأحمر، وبالتالي ما زال هناك المزيد من التقلبات الحرارية متوقعة في المملكة. عودة للأحوال الجوية هذه الليلة، طقس رطب في أغلب المناطق، قد تظهر بعض السحب والغيوم مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 14 درجة مئوية في العاصمة عمان، مما يعني أن بعض المناطق قد تكون بها الأجواء مائلة للبرودة في بعض الأنحاء. أما في أقصى المناطق الشمالية فهناك احتمال لأن تهطل زخات خفيفة محلية من الأمطار هذه الليلة مع ارتفاع نسب الرطوبة المتوقعة. نهار يوم غد يتوقع أن يطرأ انخفاض يوصف بأنه ملموس على درجات الحرارة، وتعود درجات الحرارة تصبح دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس سيكون غدا ربيعيا معتدلا في أغلب المناطق، تظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة وتكون الرياح نشطة لكن في ساعات ما بعد الظهر. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس. نبدأها من الشمال في إربد من 26 إلى 16، في جرش من 24 إلى 16، في المفرق من 27 إلى 15، وفي عجلون من 23 إلى 16 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة من 25 إلى 16، في السلط من 26 إلى 18، في مادبة من 26 إلى 16، وفي البحر الميت من 33 إلى 22 درجة مئوية، في الزرقاء من 27 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة 23 إلى 15 في الكرك، 24 إلى 16 في الطفيلة، في جبال الشراء من 23 إلى 16 درجة مئوية، في معان من 27 إلى 16، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 34، فيه تنخفض الصغرى إلى 24 درجة مئوية. المناطق الشرقية تكون في رويشد من 31 إلى 17، في الصفاوي من 29 إلى 17، وفي الأزرق من 30 إلى 19 درجة مئوية. أما بما يخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة فكما نلاحظ إذا غدا الأربعاء من 25 إلى 16، لكن ترتفع يوم الخميس مع تأثير منخفض البحر الأحمر ليتصل إلى 30 درجة مئوية نهارا، تنخفض ليلا إلى 21، وستظهر بعض السحب المتوسطة سواء يومي الخميس والجمعة، وهي من ميزات امتداد منخفض البحر الأحمر الذي يؤثر على المملكة والذي سيجلب ارتفاعا آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة لتصل إلى 34 درجة مئوية نهارا و22 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.